عشان الواحد يبقى نعم شاعر انه مثلا يكون عنده ذخيرة ويكون هو ملم جدا ب يعني شتى انواع الشعر، سواء كان في الوصف وفي المدح وكذا. يعني كده سمعنا حاجة من اشعارك الجميلة والمميزة نهديها لضيوفنا الاكارم داخل الاستوديو، وكمان للسادة المشاهدين اللي بيشاهدوك وبيسمعوك حاليا. تمام. فأنا لدي قصيدة تغنت بالأستاذ عوض بحيار، شخص جميل، فلو هي من هنا. عنوان القصيدة قمر السما. فبقول أرجوك يا قمر السما، تبدي يا خماد قسمة، نسمة الريح أصبح قليل وبحنانك نسمة. يا قلبي أنطق كلمة، قل ليها ليه يا ظالمة، طلوعي باتت كالحشيم والقلب صاب العمى. يا الله لمتين الوعد، لي سنين أنا مبتعد، ألاقي سمحات الخصال وأفوت ديارا بالسعد. عيونك الشابعات دلال، عيوني ليك تبكي وتصب، نارك في جواي حريق يا جهلة ما تزيد الحطب. فيك الغزل غنى وكتب، كلمة زعل منك شطب، يا سمحة جيتك بالحلال يا أحلى من طعام الرطب، يا سمحة جيتك بالحلال يا أحلى من طعام الرطب. ويا ما أحلى الحلال. أستاذ أسلم من ذوقي، الله يسلمك. من ذوقي الله يسلمك. أستاذ علي.